السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى. إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. الصيف خلص أو على وشك الانتهاء، خلاص هيصته، انبسطتوا، عملتوا الذنوب اللي نفسكوا فيها، خلاص نتوب بقى ونرجع بقى نشوف دراستنا واحوالنا. طيب انا بكلم الطلبه واي حد غير الطلبه هيص في الصيف وشاف بقى اللبسه شورته واللبسه كاتو والمش عارف ايه، خلاص اردم على الحاجات دي، غلطنا بهدلنا الدنيا، استغفرنا، هنتوب، الناس دي هترجع تتغطى تاني، وهتشوفوا يعني ايام احلى ان شاء الله بعد التوبه. بس المهم انك حضرتك تنوي. السنه دي كانت والسنه اللي فاتت برضو سنه عصيبه عشان الحرب بتاعت اوكرانيا والعقوبات في روسيا وبتاع ده. الدراسه خلاص في 1 سبتمبر تبدا، بعد سبتمبر 2023. ايه النصايح بقى؟ ايه يعني الناس يقول لك طب اتوب اعمل ايه يعني؟ ايه اللي على الارض اسويه علشان اردم على اللي فات ونبني جديد؟ اول حاجه يا اخي، انا مش بتكلم على موضوع الستات بس، يعني انا بتكلم في العموم. ففي العموم رد المظالم اول حاجه هي شرط اساسي في التوبه. يعني ايه رد المظالم؟ يعني حد ظلمته، زعلته جامد، اغتبته في ظهره، سرقت منه حاجه، خدت منه حاجه ما رجعتهاش، فاولا الحاجات دي ترجع، مش هتعرف ترجعها وحاجه اتبددت، يبقى نروح نعتذر للناس دي، نستسمحهم، ولو سامحونا ساعتها التوبه تبتدي ايه نمشي فيها قدما، بحيث ان احنا نعزم الا نعود اليها. واحد يقول لي طب بص، رد المظالم بالنسبه لي صعب لان زعلت واحده ارتبطت بيها ووعدتها بالجواز وجريت هربت قلت باصلي معاها، اعمل ايه؟ استسمح؟ يقول لك لا، ما لو عملت كده هصغر نفسي. مش بدل ما تصغر نفسك يوم القيامه، يقول لك هصغر نفسي قدام واحده. ايوه، ما هو انت لو ما اعتذرتلهاش هتتصغر اكتر من كده بعدين. فيقول لك طب ما انا لو اعتذرت لها ممكن ما توافقش. اقول لك وانا فعلا حاولت ان انا استسمحها ولا سامحيني، انا كنت قليل اصل معاكي وخلاص بقى عفى الله عما سلف، وجيب لك هديه بسيطه مثلا تعويض عن اللي حصل، او هديه كبيره تعويضا عن اللي حصل تعويضا. ف وما وافقتش وقلت لك لا وشتمتك مثلا وبتاع، انت عملت كده اللي عليك، وهتمشي قدما بقى في التوبه انك انت تعزم انك انت ما تعلقش بنات الناس على الفاضي. انا بس اللي بيزعلني ان ناس كتيره بتبقى عايزه تتوب فعلا، بس نيجي نقول لهم على رد المظالم ده يصرف نظر عن التوبه اصلا. واحد تاني فكره ان التوبه ان هو يتوب بينه وبين نفسه كده، يا رب انا مش هعمل كده تاني وخلاص، لكن ما ردش مظلمه لحد وما عزمش انه ما يرجعش ليه، يعني ممكن يرجع تاني. يعني هو تاب عن ايذاء مثلا مصطفى، بس ممكن بعد شهرين ثلاثه يأذي محمد عادي. في عبد الرحمن برضو لسه ما اذيناهوش، ممكن نأذيه وكده ونتوب برضو يعني. فاللي هو لا يا عم، التوبه بينك وبين نفسك كده ما ينفعش، وانك انت لا تعزم على عدم الرجوع ليها برضو ما ينفعش، لازم كله مع بعضه. الندم على الذنب او على الخطأ، ان تعزم الا تعود اليه، وقبل ده كله رد المظالم علشان نيتك تبقى واضحه وربنا يسقط من عليك الذنب. والشخص التاني طبعا لازم يسامحك، ما تقولش قلت له معلش قلت له متاسف وهو بقى موافقش. مش جايز هو هيوافق، بس لو قدمت له تعويض مثلا ويكون التعويض ده حقه اصلا، وانت تقول لا مش هدي حاجه ابن اللذين ده، بقى انا اجي اعتذر له معلش، انت تيجي تفضحه في حاره وتجرسه وتخسره فلوس قد كده، وتيجي في عايز في اوضه مغلقه وتعتذر له معلش وبتاع، جزاك الله خيرا، ايه يا عم ده؟ وكفى المؤمنين القتال وبتاع، ده انت فاتحه في الحاره كلها وجاي في اوضه مغلقه تقول له معلش؟ لا يا جماعه، لا يتناسب مع الجرم اللي حصل. فرد المظالم انا عارف صعب على ناس كتير، بس ده مفتاح سعادتك في دنيتك قبل اخرتك. كلامي خلص، يا رب تكون الفكره واضحه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا الله، انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير وفي خير دايما في حفظ الله. قبل ما امشي بس، احنا بنصور الحلقه دي في سان بيترسبورغ في بيتر، في حفظ الله. السلام عليكم.